سرقة لوجه الله؟ جديدة هي؟ استعملت أمانتك لخدمة مشروع كبير، نعمل مكان بشبهنا يعيشوا فيه الناس اللي من طينتنا، مجتمع نموذجي تقي محكوم بشريعة رب العالمين وماشي بحكمه على نهج السلف الصالح، بعيد كل البعد عن الكفر والانحلال اللي مليان حوالينا. اليوم الحلال بين والحرام بين، يلي بده الأول بينفع حاله، ويلي مفتون بالتاني يوم القيامة بيلاقيها بميزانه. وللافترض إنه هالمجتمع صار بعدين مجرد بداية، نواة رح تمد وتنتشر مثل الفتوحات، بس هالمرة مو بالقوة وبالسيف، بالسرقة والكذب، بالشغل على الأرض، النموذج اللي بيبهر الكل. وهلأ بما أنك عرفت، أنا بدعيك تكون معنا شيخي، فضلك برقبتي لحتى موت لآخر عمري، واليوم اللي إجا الوقت اللي يرد لك يا كون معنا، وكنا بنمشي وراك وبنصير ضوحك. الميتم اللي بتحلم فيه وأبسط شيء ممكن ينعمل، لأنه الحمد لله المال وفير. كان بودي بس أنت قلت أنا مو من طينتكم، مو من طينتكم. طول عمرك بتساير الكل عدداتك، قانع بالقليل، كان بدك ياني اطلع مثلك. كل يوم بسأل حالي ألف مرة قبل ما نام، ليش الشيخ رباح بلا طموح؟ ليش ما بيحب يكبر؟ ليتك تعبي براسي، تعبي براسي لحتى اختنقت. صرت اشتهي اطلع عكسك بأي طريقة. إذا أنا اليوم على خطأ فأنت السبب. لهيك إجا الوقت قلك يا أسفي عليك، الشيخ رباح طلع مو أكتر من موظف عندن، خشخيشة بإيدن. إن أبغض الخلق إلى الله عالم السلطان. ولا نسيت شيخي؟ السلام عليكم.